ذو العوائل الأنبارية العالقة أشادوا بدور الحكومة المحلية التي لبت مناشداتهم لنقلهم إلى المحافظة، مبدين استعدادهم للخضوع لإجراءات الوقائية اللازمة من كوفيد 19 بعد أن أصبحت الأنبار خالية من هذه الجائحة للحفاظ على سلامة المواطنين. خليت الأزمة المحترمين وإحنا طبعاً جينا من علاقنا بالإقليم 37 يوم وسهلة وكل أمورنا وصوتنا، إحنا ناشدنا السيد المحافظ والسادة أعضاء المحافظة وحتى الأستاذ رئيس البرلمان جزاه الله خير وجزاكم الله خير، يعني ما قصروا من نقلوا أصواتنا القنوات المحترمة أمثالكم نقلت أصواتنا للسادة المسؤولين. تم اليوم استقبال جميع توزيعهم حسب المناطق الموزعة لهم ضمن القطاعات الصحية، قطاع الفلوجة وقطاع العامرية وقطاع الخالدية وقطاعي الرماد الأول والثاني، والقطاعات الغربية سيكون انطلاقتهم من فندق روز بلازا. حكومة الأنبار المحلية أكدت نقل نحو 250 أسرة عالقة في أربيل وجلبهم إلى محطات التعقيم وبإشراف الطواقم الطبية المتواجدة، معلنة أن هناك وجبات أخرى للعوائل العالقة في إقليم كردستان لمنع انتشار فيروس كورونا في كبرى المحافظات العراقية. قمنا بنقل العوائل الموجودة في إقليم كردستان العالقة بسبب حظر التجوال، اليوم وصل عدد تقريبا حدود 250 عائلة تم نقلهم إلى داخل المحافظة. اليوم مثل ما تشاهدون اليوم الإخوان في دار صحة الأنبار يتخذون إجراءات الصحية الوقائية. من أماكن الإقامة في كردستان إلى فندق روز بلازا في مدينة الرمادي، تؤكد العوائل الأنبارية المحجورة وقائيا التزامها بالمسؤولية دون الاحتكاك بأهاليهم أو بالمواطنين طيلة 14 يوما حتى التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، مع توفر جميع مستلزمات الحياة. من مدينة الرمادي، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.